تقول تعالوا شاركوني. كلمتنا الحكومة عن مشروعات مشاركة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص ومش شايفينها دايرة، ومش عارف هل ده عيب الحكومة ولا عيب القطاع الخاص ولا عيب الاتنين. شيل عن الدولة واكسب، بس مش بكرة الصبح تكسب، لا اكسب كمان سنتين ثلاثة، زي ما الطبيعي ان اي مشروع بياخد سنتين ثلاثة على ما يكسب. الناس اللي راحت جمدت فلوسها في الدولارات، وقبل منها الناس اللي جمدت فلوسها في العقارات، ونسيت ان باقي الناس ليها حق في فلوسها، وده اللي ربنا قال وطالبنا بيه. حق الناس ما هوش بس في زكاة وصدقة، لا، في ان الفلوس تشتغل وتشغل الناس. لما زكاة المال يعني فرضت علينا، اتفرضت على المال اللي قاعد وما بيدور